ومره السيرجيكال، وهتلاقي محاضره تانية للاكزيال، وبعدين اتكلمنا على الفيرتبر نفسها، على البون والنورمال بون مارو سيجنال بتاعت الفيرتبر، وبعدين اتكلمنا على التروماتيك او النون تروماتيك فراكشرز بتاعت الفيرتبر اللي هي ليها نيورولوجيكال ريليفنس اكتر منها ليها علاقه بالتروما وبالاورثوبيديك او بالنيوروسيرجري. يعني اتكلمنا عن النون تروماتيك فراكشرز اللي هي ممكن تحصل مع انفكشن، ممكن تحصل مع تيومرز كده، او ممكن تبقى اوستيوبروتيك لوحدها سبونتينيوس. يعني دول اتكلمنا عليهم في قعده، وبعدين خرجنا منهم على الكوليكشنز البارافيرتبرال كوليكشنز، دي اللي هو اللي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت. البارافيرتبرال كوليكشنز معظمها طبعا يعني الاغلبيه الكثافه فيها هي للانفكشنز، والمره دي احنا بنكمل ما تبقى من الانفكشنز. وهنتكلم برضو عن الانفكشنز اللي بعيده عن الكورد حتى الان، مش هنتكلم على الانفكشن الانترنسيك مثلا بتاع مثلا الفيرال مايلايتس اللي هي بتاعه الهربس مثلا او بتاعه السي ام في، مش دول، مش النهارده كمان يعني، لسه دي مع الكونتمبليشن بتاع الكورد نفسه. لما نبتدي نخش على الانترنسيك كورد ديزيزز دي هتتاخد معانا في السنة. فاحنا مكملين في الانفكشن، وده اللي اتفقنا عليه المره اللي فاتت. من المره اللي فاتت احنا الطريقه اللي هنبص بيها في كل الافلام، ودي كذلك احنا القواعد ديت او النقط دي احنا هندرب عينينا في الافلام اللي جايه في الكام عيان اللي هنشوفهم دلوقتي، ان احنا نبص على النقط ديت بشكل منظم. هنبص على النقط ديت بناء على ان احنا عارفين الاناتوميكال اورينتيشنز الاساسيه خالص بتاعه السباين. ما تقلقش لو ما حضرتهمش او هم كانوا صعبين، وما صعبين علينا كلنا يعني، ولا استثني احدا بصوت احمد زكي، هم صعبه يعني. حتى ايفن تي 1 تي 1 بصبغه ولا من غير صبغه احيانا بيبقى صعب تجيبها يعني، الدنيا بتبقى الدنيا في السباين كونفيوزنج لاسباب متعدده يعني. بس هدف الاعداد دي زي ما بقول لك ان احنا بنعيد ونزيد في نفس الكونسبت، فهنعيد نفس الاورينتيشن بتاع الاناتومي، اجيب السباين منين، اجيب التي 1 منين، التي 1 بصبغه منين، الايتيمز دي هبص عليها ازاي، مع زيادات صغيره ليها علاقه بموضوع النهارده بتاعه الانفكشن. فاحنا عامه احنا بنبص على ايه؟ احنا في الاول طبعا لازم ابقى عارف انا هي سيرفايكال ولا ثوراسيك ولا دورسال، عشان لو مش انا اللي طالب يعني، عشان انا لو طلبت سيرفايكال هيجي لي سيرفايكال يعني، لو ما طلبت سيرفايكال وما جاليش سيرفايكال ده موضوع كبير. فيعني بس المهم ايه، في احيان بيبقى المريض جاي معاه اشعاعات قديمه، فانت تبقى عارف انهي ريجن ابر دورسال ولا لور دورسال، عارف المنطقه اللي انت بتبص عليها كويس، وبالذات عشان مش بس عشان الكورد بقى بتاعي ولا عشان الكلام بتاع النيورولوجي، احنا دلوقتي عايزين نوسع الكلام شويه. دلوقتي عايز ابص عشان انا عايز ابص على البارا فيرتبرال تيشو، عايز اشوف اولا الفيرتبر بتاعه السيرفايكلز اصلا شكلها مختلف عن الدورسال، بتاعت الدورسال شكلها مختلف عن اللمبر. راجع ما سبق لو فاتت وان شاء الله هنعيدهم يعني. التاني حاجه انا عايز ابص على البارافيرتبرال تيشو. في السيرفايكال في شويه فات ماسل وفي ثايرويد وفي تراكيا وفي كلام من ده، في التشيست مهم قوي ابص على الريبس وابص على البلورا، وفي اللمبر مهم ان انا ابص على السوس ماسل عشان المناطق دي هي المناطق اللي بيحصل فيها الكوليكشنز، واللي شويه واللي تغير ساطل فيها ممكن يشخص لي العيان ويفرق معايا في الدياجنوستيك انتيتي بتاعتي. ده النقطه الاولانيه. تاني حاجه كنا احنا بنتكلم بالذات على الكوليكشنز، فكنا مهمنا ان احنا نبص على الكوليكشن ديت هي لاترال للفيرتبري ولا لفه حوالين السيكال ساك ولا من قدام ولا كلام من دوت. برضو هيجي لان احنا كده كده معرضين يعني، كده كده هناخد بعض الحالات اللي فيها كوليكشنز. وبعدين ابص على الفيرتبري نفسها، هناخد العظمايه الاول. العظمايه الاول اول حاجه الاوتلاين بتاع الفيرتبري نفسها، المربع اللي انا بشوفه ده بتاع الفيرتبري هو بريزيرفد ولا لا، الاند بليتس بالذات اللي هي اللي بتقابل الديسك ابص عليها بعيني، وابص عليها اشوفها سيجنال وايز كويسه ولا لا، وانتجريتي هي كويسه ولا حصل فيها ايروجن. والفيرتبرال بون مارو سيجنال دي ليها قاعده لوحدها لطيفه جدا يعني، برضو يا جماعه لو حد يعني ما محضرتهاش في هتلاقيها على اليوتيوب، وان شاء الله هتبقى لطيفه جدا. البون مارو سيجنال الطبيعيه بتاعت الفيرتبري شكلها عامل ازاي، ولان التغير منها بيعني باثولوجي، هو يعني التغير عن النورمال بون مارو سيجنال هو يعني ان في حاجه حصلت يعني، او في حاجه جدت على المريض. طبعا الديسك دي قصة الكلاسيكيه اللي احنا بنبص نقول التي بي بياخد الديسك ولا ما بياخدوش، التيومر بياخد الديسك ولا ما بياخدوش، القصه المفصله ديت ودي جايه معانا دلوقتي.
اللي كنا اتكلمنا المره اللي فاتت ان التي بي بيلف حوالين الليجامنتس ما بيكسرهاش. البايوجينيك العنيف بقى مثلا زي الاستاف ولا زي البروسيلا ولا وات ايفر يعني ممكن يكسر في الليجامنتس نفسها ويتجاوزها تماما يعني ويقوم مكسر فيها. انما التي بي تبص تلاقيه بينكيسنج اللونجيتيونال الانتيريور لونجيتيونال ليجمنت او البوستيريور لونجيتيونال ليجمنت, فتبص تلاقي الكوليكشن بتاع التي بي لوكيليتد عند الليجمنتس يعني. انما البايوجينيك العادي لا. البوستيريور فيرتبرال كومبوننت اللي هو يعني لا يعني ما حدش بيمد ايده عليه الا لئيم يعني. البوستير دايما الانفكشنز والحاجات العاديه اللي احنا بنتكلم فيها معظمها في الانتيريور فيرتبرال كومبوننت اللي هي المربع الكبير بتاع الفيرتبرا نفسها. الجزء الخلفي, والخلفي ده نقصد بكل ما بعد الفيرتبرال بودي يعني البيديكل بالترانزفيرس بروسيس بالجوينتس اللي هو الكوستو بالكوستو فيرتبرال جوينت او الدورسال او الفاسد جوينت بتاع الفيرتبري بالسباين باللامينا والسباين, المنطقه دي ما بيطولهاش الانفكشن قوي وما بيطولهاش الديجنريشن قوي. فدول عاده بتبقى مناطق يعني بالبلدي كده لبش يعني لو لقيت سيجنال تشينج في المنطقه ديت فده معناه ان في سيريس باثولوجي بيحصل ومحتاج ان انا انتبه له بشده يعني. فطبيعي ان انا لازم ابص بعيني بص عليها يعني. وطبعا الكونترست مفيش عيان, دي قاعده في كل حاجه يا جماعه ليها علاقه بالانفلاميشن, كل حاجه ليها علاقه بالانفكشن. مفيش فحص يا جماعه انا شاكك في حاطط في الديفرنشال بتاعي انفكشن او انفلاميشن ما بعتوش بصبغه, ما ينفعش يعني. وجود الصبغه معلومه وعدم وجود الصبغه معلومه تانية ولا وتساويها في الاهميه, والاثنين لازم يبقوا عندي لو انا حاطط علامه استفهام ان العيان ده عنده انفكشن او انفلاميشن. اي انفكشن طبعا, اي انفكشن والانفلاماتوري كمان يعني سواء اذا كان ساركيدوزس ولا ام اس ولا بيست ولا وات ايفر, وجود الصبغه او عدم وجود الصبغه ده نقطه مهمه جدا وهيبان يعني حتى النهارده هتبقى فيها امثله كتيره قوي على كده. طيب العيان بتاع الانفكشن, العيان اللي جاي بكلينيكال بريزنتيشن اوف انفكشن, احنا ما عندناش كلينيكال سيندروم سبيسيفيك للانفكشن. بمعنى احنا عندنا هو معلش برضو هتاكد عشان احيانا بيحصل مقالب ان الكونكشن بيفصل وانا مش واخد بالي. ما عندناش سيندروم واحده نقدر نقول عليها دي بتاعه السباينال انفكشن, احنا عندنا كذا كلينيكال سيندروم. ففي واحد منهم اكيوت سيفير بينفول, ده اللي هو بيحصل مع مثلا الاكيوت سبونديلو ديسكايتس, ودي اللي هو حاجه ايمرجنسي والعيان عاده بيبقى نيرو سيرجيكال لازم يخش ويتنظف كويس على طول, ودي ما العيان ما بيصبرش وسهل قوي بيبان بسهوله. ده نسبه قليله من العيانين في الانفكشنز. معظم العيانين بيجوا باندولنت وكرونيك انفكشنز, حتى الاستاف يا جماعه, حتى البروسيلا, حتى الحاجات المشهوره اللي احنا ممكن نقول نفكر انها اكيوت, كلهم الاغلبيه فيهم ان هم بيجوا كرونيك. كرونيك ده بمعنى ايه؟ ظهره وجعه بقاله كام شهر, كل شويه يزيد, ابتدى يزيد بالليل, ابتدى بعد كده بقى فيه نيورولوجيكال كومبلين, ابتدى راح جه لدكتور اعصاب وابتدى معاه المشوار. فالاغلبيه ان هم كلهم كده يعني, حتى الاستاف اكتر من نص العينين بتوعهم بيجوا كولكشنز وبيجوا بكرونيك اكتر ما بيجوا باكيوت. ونسبه الناس اللي بيجوا اياتروجينيك او تروماتيك او نتيجه انسترومنتيشن او اي انترفنشن او كلام, نسبه قليله جدا يعني. معظمهم جاي هيماتوجينس او لاي سبب إن كان, اميون كومبرومايزيشن بشكل او باخر, الانواع البسيطه زي الدايبيتس او الانواع الاعنف زي الليمفوبينيا او الاتش اي في او كده, في جميع الاحوال ما بيبقاش في سبب ميكانيكال او تروماتيك في الموضوع, بيجوا بشكل تلقائي يعني. فده بالنسبه للتايم فريم. بالنسبه للبوني مانيفيستيشن, ودي نقطه من اساسيات الكلينيكال سكيلز بتاعتنا, احنا العيان اللي بيجي باك بين او بيجي بسباينال بين, احنا مهم جدا نبقى عارفين البين ده بوني بين ولا راديكولار بين ولا سباينوسيلاميك بين. الثلاثه دول النقط الثلاثه المشهورين دول سيرفايفل, انا مش هتكلم فيهم تفاصيل بس دول اساسيين. يبقى عارف ان البين شكل البين بتاع البون ايه, شكل البين بتاع الراديكال ايه, وشكل البين بتاع السباينوسيلاميك ايه, وده من الكلينيكال لازم يبقى خلصان حتى قبل ما العيان, قبل ما ابص على اشعه العين. فكل العيانين, معظم العيانين بتوع الانفكشن الاغلبيه الكاسحه, ان الانفكشن بيبقى جاي من حوالين الكورد, مش حاجه طالعه من جوه الكورد, فبيبقى جاي ببارا فيرتيبرال برزنتيشن اللي هو اللي ليه علاقه بالبون وليه علاقه بالديور. في
كاتيجوري من العيانين بتوع الانفكشن بيجي كله براديكولار مانيفستيشن، سواء كان برين او نيوروباثي، سواء سنسوري او موتور، بس هو كل شكوته راديكولار برزنتيشن، زي مثلا عيانين بالهرسي وزي عيانين اللايم ديزيز. كل دول جايين براديكال، مش جايين باي حاجه ثانيه يعني. مفيش حاجه بون ومفيش حاجه كورد، او يعني بالهرسي، يعني بالهرسي ممكن تاخد كونس بس، يعني حتى في كتير منهم بيجوا براديكال بس. فده الراديكولار برزنتيشن، يعني في جزء من العيانين بيجي براديكال برزنتيشن، في عيانين طبعا بتيجي بكورد برزنتيشن، في عيان يبقى عنده كولكشن عادي خالص، بس يجي لما يلف حوالين بقى الديورا يضغط على الكورد يعمل كومبريسيف مالوباسي فيجي. وزي طبعا في الاخر احنا محتاجين نبص اذا كان في توكسيك مانيفستيشن ولا لا. فانا من الاول محتاج احط العيان في واحد من الثلاثه سندرومز الكبار، هو بوني برزنتيشن ولا راديكولار برزنتيشن ولا كورد برزنتيشن، من الاول محتاج احطه في واحده من دول. راديولوجيكال برضو هو كذا منطقه، يعني انت لما هتشوف الابنورماليتي اللي موجوده في الاشعه هو كذا برضو ليهم كذا كاتيجوري. هل هو mainly pathology mainly في البارافيرتبرال كومبوننت او البون كومبوننت؟ هل ليه علاقه بالديورا؟ الديورا وضعها ايه؟ يعني دايما في كل عيانين اللي عندنا في كولكشنز او اللي عندنا في فيرتبرال باثولوجي او بارافيرتبرال باثولوجي، مهم جدا الواحد يبقى حاطط عينه على الديورا. الديورا اتفتحت ولا ما اتفتحتش؟ الديورا بريتشد ولا لا؟ العيان اللي الديورا بريتشد ده كارثه. العيان اللي كومبريسيف جاست كومبريسيف محلوله بشكل او باخر، حتى لو حصل كومبريسيف مالوباسي بس الديورا مقفول عليها. يعني وضع الراديكلز ايه بالنسبه للاشعه؟ في بعض العيانين بيبقوا راديكلز بس، هنبص عليهم دلوقتي. طبعا كورد يعني اللي هو يعني العريس بتاعنا بتاع نيورولوجي هو كده كده احنا بنبص عليه بشكل روتيني يعني. فبشوف اذا كان في كورد تشينجز ولا لا، وهل الكورد تشينجز هي جاست كومبريسيف مثلا اوت اوف كومبريسيف مايلوباسي، ولا هو الكورد نفسه متاخد اصلا نتيجه الباثولوجي نفسه بياتاك السباينال كورد. نبدا بقى نشوف عينين على طول، كفايه كلام نظري. ده حاجه كلاسيكيه خالص. الله ده يا سيدي، ناخد من الشمال لليمين. الاول سلايد على الشمال اللي هي معلش هعلم لكم عليها، اللي هي ديت دي تي 1 كويس. طب دي تي 1 ووز كونتراست ولا وزاوت كونتراست؟ ده تي 1 وزاوت كونتراست. اشمعنى صعبه؟ على فكره زي ما اتفقنا قبل كده هي صعبه، ما هيش حاجه سهله. بس انا بميزها منين؟ بميزها ان الفيرتبرا بتبقى فيها فينس بلكسس، وبيبقى فيها فين كبير جوه الفيرتبرا نفسها. الفين ده مكانه هنا في المنطقه دي، الكوليكشن بتاع الفين بيبقى مكانه دي، اسمها البيزي فيرتبرال فينز. هنا لو واخدين بالكم مش واخده الصبغه، الفحص اللي بصبغه اللي هو في اقصى اليمين لو بصيت عليها نفس المكان واخد الحته دي واخده صبغه. فده اللي على الشمال ده تي 1 وزاوت كونتراست، واللي على اليمين ده تي 1 وز كونتراست. طبعا احنا اللمبر ما عرفتش ان احنا لمبر، هات بقى الصدر ده نيورو ايمجينج من اولها خالص. فاحنا لمبر طبعا دي سهله. طيب ناخد ال 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 الباثولوجي واحده واحده. الاول نبص احنا خلاص احنا تي 1 وزاد كونتراست في اول واحده، ادي نورمال فيرتبرال سيجنال كويس. دي فيرتبرايه سليمه ما فيهاش مشاكل خالص، الاوتلاين بتاعها كويس، الاند بليت بتاعها كويس زي ما اتفقنا، الاند بليت هنا كويس واللي تحتيه كويس، الهايت بتاعها معقول ما فيهوش مشكله، والالاينمنت بتاعها مع اخواتها كويس، وتحتيها الديسك اللي فوقيها واللي تحتيها كويس، ما فيهمش سيجنال تشينج. والفيرتبري نفسها السيجنال بتاعتها في تي 1 اللي من غير صبغه هايبر انتنس، سلايتلي هايبر انتنس، ده نتيجه ان فيها بون مارو، والبون مارو سلايتلي هايبر انتنس عشان في نسبه فيت. معلش انا اسف. خلاص ده دي نورمال فيرتبري. الفيرتبرا اللي حصل فيها الباثولوجي هو اللي لوس اوف بون مارو سيجنال هنا، دي علامتها الاساسيه. يعني دي انا قدرت اميز اللي فيها باثولوجي اساسا تي 1 وزاوت كونتراست، وده مهم قوي في الانفكشنز، ان لوس اوف نورمال بون مارو سيجنال هنا مقارنه بهنا هي انطفت. يعني دي كان فيها لمبه منوره ودي لا، دي انطفت تماما. الديسك هنا الاند بليت بتاعت الفيرتبري دي رقم 4 كويس، دي ودي رقم 5، الاثنين اتطفوا تماما. الديسك هنا كويس، مش شايف فيه سيجنال تشينج. الاند بليت اللي هنا كويس، الاوتلاين نفسه والهايت بتاع الفيرتبري دي ابتدت تتغير قليلا، ما هوش فرق كبير قوي يعني، ما هي ما اتكسرتش الدرجه يعني، بس الاند بليت اللي تحت اختفى تماما وبقى مفل. الديسك سبيس اللي هنا مقارنه باللي فوقيه اصغر، فده معناه ان الديسك سبيس، ان الديسك هنا اتاخد الديسك انفولفد يعني، والفيرتبري اللي تحتيها معظمها اتاخد برده.
البون مارو سيجنال راحت، الاركتكتشر بتاعها ابتدى يتغير، الاند بليت اللي ناحيه الديسك ده برضو اتاخد، الجزء اللور بتاعها يكاد يكون يعني حته منه صغيره خالص بريزرفد. مفيش الكومبوننت بتاعت الفيرتبري، ما حصلش ان في كونتنت من هنا ايا كان هو ايه، ما دخلش قوي على السيكل ساك. هو فيها سويلينج بسيط بس هو مش اكتر من سويلينج بسيط، وبالذات كمان حوالين الديسك ومفيش اكتر من كده. فده بالنسبه للتي 1. تعال نشوف التي 2. باين فيها سيجنال تشينج اوضح، بقى فيه هايبر انتنسيتي كبيره في التو ديسك، التو فيرتبريز، والديسك نفسه نور مقارنه باخواته. يعني بقى فيه، يعني هو نفسه كمان فيه باثولوجي، فدي سبونديلو ديسكايتس بلدي بتاعه الحكومه، دي بتاعه البايوجينيك انفكشن. البايوجينيك انفكشن ايرلي ياخد الديسك، يعني سهل انه ياخد الديسك سريعا، ما بيتاخرش فيه. التي بي بيتاخر بس بياخده، يعني ممكن ممكن على الوقت ياخد الديسك، او طبعا ممكن ياخد الديسك ما فيهاش مشكله، بس هو الانفكشن ايرلي انفولفمنت للديسك في البايوجينيك سبونديلو ديسكايتس. طيب طبعا هنا في الكونتراست هو برضو الانفولفمنت كان هنا، بس هو باين ان في زي كوليكشن بسيط، هو مش باين طبعا من بقيه الفيلم، بس ستيل في كوليكشن بسيط. الديورا ما حصلش فيها انهانسمنت يذكر، الكودا اكواينا اللي هي المنطقه دي كلها ما فيهاش سيجنال تشينج واضح. اللي كان ينقصني في الفيلم دوت ان انا محتاج ابص يمين وشمال جنب السيكل ساك، اتاكد ان البوني كومبوننت بتاعت البوستيرور كومبوننت سليمه، بس هي سليمه عامه، وهو الراجل كان جايبها بس كمثال على البايوجينيك سبونديلو ديسكايتس العاديه خالص. ده ابن عمه، تعالى برضو نبص عليه سريعا. نبدا من الشمال. طيب الشمال هنا في العيان ده لو واخدين بالك، هو الشمال واليمين، اقصى الشمال واقصى اليمين الاثنين تقريبا شبه بعض. طب انا هعرف منين اللي بصبغه من اللي من غير؟ هو شبه بعض قوي، يعني اكتر من الاولانيه كمان شبه بعض قوي. مين فيهم اللي بصبغه اللي فيه بيزي فيرتبرال فينز؟ طبعا انا عرفت ان تي 1 عشان السيكل ساك اسود، يعني اللي في الوسط ده سيكل ساك سي اس اف دنس وخلاص، يعني هو الموضوع انتهى بهذا يعني. طيب دلوقتي ده تي 1 وذات كونتراست، ده باتشي بون مارو سيجنال بس هي ستيل موجوده هنا، يعني دول 4 و5 كويسين. اللي فيه بون مارو سيجنال تشينج واضحه هنا، كانت هنا الاند بليت راح بالديسك بالابر بالاند بليت بتاع الفيرتبر اللي فوقيها. في كويري كولكشن هنا مش متاكدين. في التي 2 لوكس هايبو انتنس، في هايبو انتنس انتنسيتي هنا، مش قادر اكونفيرم اذا كان في باثولوجي اكسترا ديورال ولا لا، يعني هو في بوني بروبلم خلاص، دي في سبونديلو ديسكايتس واضحه. ما بانش ان في كولكشن الا مع الكونتراست، وده احد مزايا الكونتراست، ان بين لي ان في كولكشن واخد رينج باترن اوف انهانسمنت، يعني الكونتنت اللي هنا مش واخد صبغه بس هو اللي بره ده واخد صبغه. طبعا الفلسفه البديهيه بتاعت ان ده مش واخد صبغه، ده واخد الرينج واخد صبغه، والكونتنت ده ما وصلوش صبغه، ان هو مش وصل له دم، فان مش واصل، فبالادعى ان الانتي بايوتيك مش هيوصل للسنتر بتاعه المنطقه ديت، وده من العيانين اللي محتاج يتنظف بالبلدي كده، اللي هو المنطقه دي محتاجه الباص يحصل له تعمل له ايفاكويشن كويس ويكمل الكورس اوف انتي بايوتيك بتاعه. ما بنتش المورال، يعني في المورال ان الاكسترا ديورال كولكشن في العيان دوت ما بنش الا بالتي 1 وز كونشس، ما بنش الا في كولكشن يعني. تمام. طيب ده عيان عجيب قوي بصراحه. ده تي 1 الاول على الشمال، ده تي 1 وزاد كونتراست، واللي على اليمين تي 1 وز كونتراست. عرفت منين؟ عرفت برضو يعني دي الكلو بتاعي في العيان دوت. في كلوز تانية صعبه شويه، يعني صعب عليا يعني شخصيا، مش على اي حاجه، بس يعني دي اللي بعرف بيها. احيانا فعلا يا جماعه والله بيبقى صعب، وانت محتاج تعتمد الذكاء تشوف الفيلم مكتوب ايه. ومقارنه بالبرين، يعني البرين احنا بنشوف فلير لوحده، تي 1 لوحده، تي 2، وبعدين يعني نبص على بعض الاحسن في السباين، دايما نبص على ثلاث افلام مع بعض، على التي 1 بري وبوست، على التي 2 وعلى الليستر لو معاك ستر، تبص على كل الافلام مع بعض في نفس الوقت عشان تقدر تميز كل واحد من التاني، وتقدر تقارن السيجنالز بتاعه العظم او بتاعه الراديكلز او بتاعه الديوره من واحده للثانيه. المهم العيان ده يا سيدي، عيان جايب protracted clinical presentation، بفي radical وفي cord compression، وادي شكل T1 without contrast، يعني وكأنه يعني سليم، مش الواحد مش لاقي حاجة vertebrae، يعني
يعني ما فيهاش ما فيهاش حد مشتبه يعني، هم كلهم ماشي. الواحد عايز يبص بس مش لاقي. الكوليكشنز ما فيش حاجه اوتلايند واضحه قوي يعني، مش باينه قوي. تي 2 كذلك نفس الكلام. في بس هو لو واخد بالك سي سيف سيجنال هنا مش عارف يعني اشمعنى المنطقه دي بالذات كده كانت كل يعني كولكتد او شكلها اكبر من اللي حواليها. فات لوكس لايك ان سي سيف او سب اركنويد سبيس ممكن يكون انفولفد او لا، مش قادر اميز قوي. بس في جميع الاحوال لما خد العيان ده سوا حصل ان في سيجنال سيجنال كونتراست انهانسمنت يعني، واخد طول الكورد كله على فكره، واخد اللي ورا كمان يعني الديوره من قدام ومن ورا، وكل المنطقه دي باس فيلد يعني، هي المنطقه دي كلها كولكشن. اجين هي ما خدتش صبغه يعني، الكولكشن نفسه ما خدش صبغه، الباس ما خدش صبغه، بس الديوره سيكند وكبيره وواخده صبغه عشان حواليها انفكشن. البون نفسه ما حصلش فيه حاجه. طبعا ده عيان اميون كومبرومايزد وده مش تقليدي، بس ستيل الباثولوجي بالرغم من انه اكستنسيف فيجوالي ساتل، ما كانش باين بوضوح. بس مع فيلم صبغه جاب يعني، انت لو العيان ده عملت له تي 1 اللي هو لغينا دي، عملت له تي 1 عاديه وفلير عادي، سهل انه يمس يعني، او على الاقل ما تبقاش قادر تفسر تبتدي بقى نتخانق مع بعض. هي الليجن اللي جوه الكورد ده فيه هايبر انتنسيتي، ده كورد اصلا والعيان كله كورد، ولا ده حاجه ثانيه. في جميع الاحوال الفحص الكامل بيوفر بعض العناء او كثير من العناء. طيب نشوف العيان ده. نبتدي برضو من الشمال، هو اللي في الوسط ده، ده التي 1 ويتد. اللي على اليمين ده ديفيوجن، وده قليلا ما نستخدمه لان هو الاكوزيشن بتاعه صعب في الكلينيكال براكتس العادي، هو بيتعمل بس انا خبرتي المحدوده يعني، انا ما شفتش حد بيعمله كويس، فمش مش مش هن مش هنطول فيه قوي في الكلام يعني. بس احنا معانا تي 1 بري وبوست، ومعانا تي 2. نشوف الاول تي 1 اللي هو في الوسط اللي هو دوت. ده تي 1 وزاوت كونتراست. السيجنال تشينج هنا في المنطقه في ال 5 واس 1 في فوكال هايبو انتنسيتي، وهنا برضو في كورسبوندنس للمنطقه بتاعه السكرم في هايبو انتنسيتي، والديسك هايت ابتدى يبقى الترد، ابتدى يبقى في ماس او كولكشن بسيطه في المنطقه اللي وراها هنا. ايه اللي مخليني مش كونفينسد ان دي سبونديلو ليسيزس كده وديسك ديجنريتيف ديزيز، ان في كولكشن هنا كويس from a radiological point of view. بس العيان ده اكيد يعني شكوته اكبر من ان هو عنده شويه سياتيكا يعني، هو اكيد عنده كومبلين اكبر من كده. دي نقطه رقم واحد. النقطه رقم اتنين بص عليها بقى في التي 2، ده الرين لايف بقى دلوقتي. التي 2 اصلا الفيرتبري مش جاي فيها سيجنال تشينج، الكولكشن مش باين قوي من سي اس اف، وممكن يتفوت على انه طبيعي. ولو انت ما انتش حافظ الجولدن رول بتاعه ان اللوس اوف فيرتبرال بون مارو في التي 1 وزاوت كونتراست از ان انديكيشن اوف باثولوجي في الفيرتبري، ده ما فيهاش كلام يعني. التي 1 يعني الفيرتبري احيانا ممكن نلاقي فيها هايبر انتنسيتي زي الهيمانجيومز والكلام ده، فنشوف بقى اذا كانت هي فيها باثولوجي ولا دي حاجه نورمال فاريانت ولا خلاص. انما هايبو انت فوكال هايبو انتنسيتي او ديفيوز هايبو انتنسيتي فيرتبري على بعضها، ده باثولوجي يعني باثولوجي ما تفوتهاش. والعيان ده مثال على كده، هو اللي عنده هنا mainly T1 without contrast في hypofocal hypointensity وفي suspicion recollection. الصبغة أكدت إن الcollection ده pus أو infectious collection. ولو واخدين بالكو الvertebri ما خدتش صبغة كبيرة قوي، بس الvertebri بعد الصبغة بقت شكلها شبه الطبيعي يعني، بقى السيجنال هنا شبه السيجنال هنا كويس، بقت يعني فيرتبراية عادية. بس هي مش عادية، هي لو انت مش هتلقط الفرق ده إلا لما تبص عليها من T1 وزاوت كونتراست وتعرف إن المنطقة دي أصلا كان فيها فوكال هايبو انتنسيتي وخدت صبغة فبقت نورماليزد. هي طبعا مش نورمال، هي افكتد وريف بونديلو ديسكايتس، والعيان ده نيوروسيرجيكال ولازم يتفتح ويتنظف كويس. وده ديفيوجن ريستريكشن، ده عشان الباس كولكشن يعني، ده باس كولكشن يعني صعب الديفيوجن ويتد فور ذا تايم بينج، مش هنطول فيك في الكلام قوي يعني. طيب نفس المثال، انا عشان ما اطولش عليكم خلاص احنا في نفس المنطقه مش هنغير كلام كتير، بس عايزين نشوف حاجه فيها كولكشن زي بتوع المره اللي فاتت. ده عيان، بص يا سيدي، ده تي 1 وزاوت كونتراست وده تي 1 وز كونتراست. طبعا انا عرفت كونتراست عشان في الكولكشن نفسه واخد سبقه، بس عشان برضو البيزي فيرتبرال فينز فيري نايسلي انهانسينج.
النقطه الثانيه اللي برضو نعيد ونزيد فيها، ان الراجل هنا كتر خيره، الراجل اللي عامل الاشعه ديت عامل حاجه اسمها تي 1 ويز فات سبريشن. ايه تي 1 ويز فات سبريشن؟ ده تي 1 اللي هو اللي في الوسط دي تي 1 زي ما اتفقنا. لو واخدين بالكم ده سبكوتينس تيشو، بص وكان في حد ضارب فلاش في الفيلم اللي هو اضاءته عاليه قوي. كذلك برضو الفات بيبان تي 1 بيبان هايبر انتنس في التي 2. لما تيجي تدي صبغه، الانهانسمنت اللي بيحصل في التيشوز نتيجه الصبغه محتاج كونتراست حلو. فانت احيانا بتضطر انك تعمل تدي فات سيجنال سبريشن، يدي ك في البروتوكول سيكونس، البلس سيكونس اللي بتتبعت في جهاز الرنين بيدي فيها بلس على الفتره اللي بيتعمل فيها اكوزيشن، المنطقه اللي بيتعمل فيها اكوزيشن للفات، يعمل له سبريشن يطفيه يبين لونه اسود عشان يعمل اوتلاين كويس للصبغه للليجنز اللي واخده صبغه. بعض المراكز تعملها بعضها لا، بس المهم يعني لو يعني الافضل طبعا طبعا في السباين انك دايما تعمل تي 1 وز فات سبريشن. طيب هو احنا عندنا فيرتبرايا اولا حصل فيها كل المساوئ. يعني اولا بون مارو سيجنال اتغيرت، اند بليت راح، هايت راح، بقى فيها وراها كوليكشن، الديسك اللي حواليها راح برضو، الهايت بتاعه راح، في بري فيرتبرال كوليكشن وفي اكسترا ديورال كوليكشن. الليجنز اللي زي دي الواحد محتاج انه يطمن برضو ان الديورا preserved. يعني هو الليجن لو واخدين بالكو او الكوليكشن خد convex shape يعني عارفين زي ما واحد بيدخل ايده في بالونة كده، هي البالونة خدت شكل الايد وخدت convex دي كده بس هي ما تكسرتش. ولو واخدين بالكو الكوليكشن ده لف حوالين الديورة، يعني متخيلين الكنال بتاعة البون لف حواليها من داير ما يدور. فهو لما احنا قطعنا الكت ديت النص القداماني هو النص الوراني هو طبعا كورد عيني في وضع يعني حرج. وده البري فيرتبرال كوليكشن، ده عيان بوتس ديزيز فاخر بتاع الحكومه ما فيهوش عليه كلام كتير. خلينا برضو بالمره في نفس العيان، يعني خلينا نبص على نفس العيان في في التي 2. لو واخدين بالكم في السلايد الاولانيه اللي على الشمال خالص، في فيرتبري حاصل في الاند بليت بتاعها تشينج هنا وفي تشينج بسيط هنا لو واخدين بالكم كويس. فانا شكيت بقى ايه يعني كلينيكال سنس بتاعي اللي ما يعني اللي ما يعني كده اللي بيوديني في داهيه احيانا ممكن يخليني ايه اشك ده في مالتيبل باثولوجيز فيطلع يا جدع اللي فوق ده ماتس ودي ماتس ولا ايه، ولا ده تي بي في كذا نقطه. فالحل ان انا عشان اعرف دي فيها انفكشن ولا ما فيهاش او دي فيها باثولوجي ولا ما فيهاش ايه، بص عليها في تي وانا بص عليها في صبغه. فهي دي فرقها عشان برضو ما نتلخبطش، هو هنا ده الباثولوجي وفي سكيب ليجن وفي ليجن تحتيها. فهنا الباثولوجي وادي فيرتبرايا سليمه وادي ليجن في الناحيه الثانيه. الهايبر انتنس في التي 1 والهايبر انتنس في التي 2 از ري اشورنج ساين عامه رفلي كده، يعني ما دام هايبر انتنس في تي 1 وتي 2 خلاص يعني فوقك، مش بالنسبه للبون مش مشكله كبيره. والليجن ده برضو اللي هو نفس عملنا فوتنا فيرتبرايا ونزلنا تحت مش ما فيهاش باثولوجي. لو انا لخبطت بقى بين تي 1 وزود كونتراست، يعني لو قلت على دي تي 1 وزود كونتراست فبقت هايبر انتنس ودي تي 1 وز كونتراست بقت هايبر انتنس، رحت في داهيه طبعا عشان ايه هقول ده كده باثولوجي. بس هي الكلو ان انا ابقى متاكد ان الفحص اللي قدامي تي 1 وزود، الفحص الثاني تي 1 وز كونتراست، احط كل الافلام قدامي مع بعض وابص عليهم مع بعض. ده نفس العيان على فكره، ده نفس العيان وده البارافيرتبرال كوليكشن، ده بتاع التي بي فهو واخد لاترال اكتر منه انتيرور، راجع ما سبق. والحته لو قدين ماكل الحته دي هي الحته مكان الاتاتشمنت بتاع البوستيرور لونجيتودينال ليجمنت، هو كان واخد لوكيلس هنا واخد لوكيلس هنا، بس مع الوقت طبعا خلاص هي البرتبرا نفسها كسرت اصلا والديسك اتكسر والسيكل ساك في وضع زي ما اتفقنا في وضع حرج يعني، فهو اكستنسيف يعني انفولد. طيب التي بي مش بس بيعمل بوتس ديزيز، يعني البوتس ديزيز ده واحد اللي هو ده برايمري فيرتبرال فيرتبرال ديزيز. احيانا التي بي يعمل وكان ياكت از اماس او ويكمبرس اللي هي التوبركلوم. دي التوبركلوما ده شكل الطبيعي بتاع التوبركلوما. احنا ده تي 1 تي 1 ده نراجع هو بصبغه ولا من غير، رايكم ايه ده بصبغه اللي هو اللي على الشمال ده في تي 1 بصبغه ولا من غير صبغه؟ ممكن حد يتطوع يانميوت ويتكلم معايا لو عايزين طبعا اتحرك صبغه ولا من غير، صعبه وتلخبط بس انا
من شكله من غير شكله من غير عشان البيزي فيرتيبرال زينز مش واضحه قوي، مع ان فيها هايبر انتنسيتيز كتير بس شكلها من غير صبغه. العجيب في الليجن في العيان ده في حوالين الديوره وكانه ديورال او يا اما جوه الديوره، هو انا مش قادر اميز قوي من الشكل ده من الـ من الـ من التي 1 لوحده. يعني في هايبو انتنسيتي ليها اوتلاين واضح، ليها اوتلاين واضح، وهي يا ديورال يا انترا ديورال. كويس، نبص عليه في التي 2 ادي ديوره هنا، وفي سي اس اف وهي انترا ديورال بس هي بره الكورد، دي نقطه رقم 2، بس هي سامثينج وزم ذا ديوره او على الديوره او في الديورال ساك في الديوره في الديورال تيشو نفسه، بس هي اللي جوه جوه السيكل ساك مش بره السيكل ساك، وستيل هي هايبو انتنسيف في تي 1 وهايبو انتنسيف في تي 2، ودي من نوادر الايمجنج يعني نادرا نادرا ما تلاقي حاجه هايبو انتنسيف في تي 1 وتي 2 مع بعض وما تبقاش بلاد مثلا، ما تبقاش كالسيوم. دي التيوبر كروما من ده الشكل الطبيعي بتاعها، ان ات اكتس از اماس within the dura، هي encased within the dura وcompressive على الكورد في منطقة الدورسال، دي tuberculoma of the spine. هل أنا لما بص على دي بقى هعرف إن دي tuberculoma وخلاص شخص جدع ودي anti tuberculous؟ بصراحة يعني اللي هعمل كده ده يعني واحد حبيتين شجاعة، لا هو برضو في الأول وفي الآخر أنت معاك clinical data radiological data to confirm، تحط differential بتاعك بالمنطق، يتعمل لها سيرجري اكسجن بايوبسي تطلع تيوبركلوما، ادي انتي تيوبركلوس. يعني ده الابروتش يعني، او ان العيان ده اوريدي ده كان جاي لك متحول من مستشفى الصدر، فانت هتقول خلاص هي تيوبركلوما وكمل بالانتي تيوبركلوس ونعمل لها برضو اكسجن ونشوف القصه فيها ايه يعني. بس ده ايه، ده سجستيف ومش ايفن سجستيف يعني، ده من الكاتيجوري الثاني بتاع الاشعه بتاع اللي هو الايمجنج يعني، ده ما هوش ده يو ار نوت ايبل تو ميك ا دايجنوستس اوف تيوبركلوما من اشعه زي كده. You may suggest tuberculoma بس given ان معاك clinical data، فانت محتاج في عيان زي دوت محتاج تمشي طب، مش محتاج تمشي اي حاجه تانية، تمشي طب اللي هو انا شاكك infection او شاكك TB، لازم microbiological diagnosis للحاله يعني. معلش يا دكتور محمد، ممكن سؤال على هو الايمجنج اللي فات ده؟ يا ربي الدكتور ياسر والله. ايوه فجأة عوده طيب ماشي طيب اتفضل يا دكتور ياسر. معلش بس انا بس كنت عايز اسال، هي يعني ازاي نميز هي انترا اكزيل ولا اكسترا اكزيل؟ يعني هي ماشي انترا ديورال بس يعني هل هي جوه الكورد ولا حاجه ضاغطه بره الكورد؟ في لاين اوف كليفج صغير قوي اللي هو الهايبر انتنس في التي 2 ده هنا. تمام واضح. اوكي تاني حاجه، هي لو جوه الكورد هتنفخ الكورد كويس، او كورد مش منفوخ او يعني او على الاقل في اوتلاين هنا واضح بين الكورد وبين التيشو في التي 1، فهو ما نفختوش، هو هنا في التي 2 ممكن تبقى كونفيوجن مثلا، هل دي كلها كده فيوزي فورم انلارجمنت، بس في التي 1 لا، التي 1 ما تنفعش جوه الكورد. تاني حاجه ان في بلين اوف كليفج في التي 2، فدي على دي على طبعا الاكزيل بقت انها بره الكورد. متشكر، ده سؤال بدام سؤال بيسك يبقى سؤال ممتاز، سؤال كتر خيرك. والله لا كويس، بجد والله هو ده الهدف يعني، وحاجة بمنتهى البساطة هو جوه كورد ولا بره كورد، اللي هو يعني ده المفروض انه سؤال بيسك يعني. مشاكل في السباين دايما، مشكلة المشاكل السباين ايميجينج كلها في البيسك يعني، هو تي 1 ولا تي 2، هو صبغة ولا من غير صبغة، هو جوه كورد ولا بره كورد، يعني تحس ان ده يعني دي فاونديشنال يعني، حاجه ما تتفوتش يعني. ما نتكلمش ده مثلا لاترال كورد ولا بوستيرور كورد يعني، تمام، نتكلم في حاجه يعني حاجه اساسيه خالص يعني. وده الانترنسك الفيري رير انتيتي بتاعت التي بي، انه يجي انترنسك جوه كورد، اللي هو زي يعني ايه، زي ما في بتيجي تيوبركلوماتا كده في البرين، في تيوبركلوماتا ممكن تيجي جوه السباين، قليله قوي نسبتها، قليله قوي على فكره كمقارنه ببقيه الدايجنوزيز يعني بتاعت التي بي، اللي هي البوتس او التيوبركلوما او الاراكنودايتس، دول اكتر كتير قوي طبعا. الانترنسك دي هو كان في ليجن، هو ده كله كورد على فكره، وده تي 2 ودي سي سيف، وده مثال برضو لان صعب من الحاجات الصعبه، وده سيرفايكال، شكله سيرفايكال، عرفت انا منين انه سيرفايكال عشان شكل الفيرتبر، عشان في فيرتبرال ارتري يمين وشمال. طيب في جميع الاحوال ادي بوست كونتراست بتاعها، وده
تيوبركلوما، وفي الوسط هايبو انتنسيتي، واخده المينيمال رينج انهانسمنت. عارفين الساين الدايجنوستيك للميلياري ليجنز بتاعه التي بي بتاعه البرين، ان تلاقي فيها ايرلي كافيتيشن، تلاقي ليجن صغير وتلاقيه في الوسط في هايبو انتنسيتي، او واخد صبغه من بره واخد هايبر انتنسيتي من بره ومن جوه هايبو انتنسيتي. فهي واخده نفس الشكل ده بس ماليه الكورد طبعا، لان الكورد تيشو بتاعه صغير فماليه الكورد كله، ودي تيوبركلوميتا اوف ذا سباين. ده احنا خرجنا بره الكاتيجوري بتاع الفيرتيبري، ودلوقتي بنتكلم على الكاتيجوري بتاع الناس اللي جايه براديكولار برزنتيشن. يعني الناس اللي فاتت دي كلها المفروض ان عندها سورت اوف بوني برزنتيشن زائد كومبريسيف مايلوباسي زائد شويه راديكال مكان الليجن او لا. تاني المجموعه دي من العيانين جايين اساسا براديكولار برزنتيشن. اللي على الشمال ده سيرفايكال، وده بصبغه ولا من غير صبغه؟ بصبغه. اشمعنى؟ عشان البيزي فيرتيبرال فينز واخده صبغه اهي، النقط الصغيره ديت، وسي سيف نفسها واخده ايه هايبوتنس. طيب الملاحظ ان هنا البايا ماتر وما حولها والسراوندنج او السيرفس بتاع الكورد كله واخد فيه هايبر انتنسيتي اكبر من الطبيعي، كلها هايبر انتنس، كلها من فوق لتحت ومكمله حتى فوق على كرينيو سيرفايكال جنكشن. ده عيان لايم، ده عيان لايم ديزيز. وبرده هنا اللي على الشمال اللي على اليمين اسف ده لامبر، نفس العيان. ده واخده صبغه طبعا عشان البيزي فيرتيبرال فينز، يعني واخده صبغه بوضوح. وفي انهانسمنت بسيط على على الكودا. انتوا عارفين ان هو بيعمل راديكولايتس، بولي راديكولايتس، وبيعمل احيانا بتبقى فيها painful pain وبتاخد نيك بين، واحيانا بيبقى معاها فالوبس لانها بتبقى مننجل، تاخد مننجل. العيان ده مننجل، واخد مننجل، يعني مننجل فورم اوف لايم ديزيز ومعاه راديكلز. والانهانسمنت ده هو حوالين السيرفس بتاع الكورد ومينيمالي حوالين الراديكلز، بس هو ده الانهانسمنت بتاع الراديكولايتس بتاعت العيان ده عيان لايم ديزيز. طيب وده معاك يا جميل. او معلش يا دكتور محمد، هو بس يعني مصير الانهانسمنت ده برضه مش مشهور في السيركويد، يعني هل في حاجه مثلا موجود؟ طبعا طبعا. لا 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 ده برضه اسوشيتد فيتشر. لا دي اللي هشخص لك ايه؟ اللي هشخص لك ان انت اكيوت، جاي اكيوت بعيان عنده، هتدور على يعني هتاخد الكلينيكال بتاعه العادي خالص، وبعدين تكونفيرم اذا كان في لايم او اذا كان في سيركويد، هتكمل الكومبلمنت الاشعه بالليبل اللي انت محتاجه. بس لا هو ده اسوشيتد، ده احنا ده عيان، دي أشعة عيان عنده راديكولايتس. كويس؟ ده الانفكشس. هو ممكن تبقى حاجة تانية؟ طبعا ممكن تبقى. وده برضو دي نقطة مهمة يا جماعة، الراديولوجي على ثلاث مناطق to able to make the diagnosis، وده الكاتيجوري صغير جدا ومحدود جدا، وده نادرا ما بيبقى موجود، وفضلا بالذات كمان في الاسباين. able to suggest the diagnosis، يعني أنا لو قلت لك أن العيان ده عنده lung hilar lymphadenopathy، هو تقولي إن ده هتقولي ان ده ساركويد، هقول لك ممكن. هتقولي هقول لك ده العيان ده كان عنده ريسيما مالتي فورم ولا ريسيما مايجرينز وعنده راديكولار سيمتومز بعد ما كان مش عارف تريب فين ولا بيتعامل مع خشب ايه بتاع، فتقولي ده تقولي ده لايم، هقول لك ممكن. يعني هي قصه اساسها ان الايمجينج از سجستيف اوف، يعني از سجستيف اوف راديكولار انفولفمنت مينينجال انفولفمنت في عيان ايه؟ هو ده السؤال. يعني في عيان ايه هتحط دوت على دوت، فتطلب له بقى السيرولوجي المطلوب بتاعه او تعمله سي سيف اناليسس المطلوب بتاعه، فتقدر تحط التشخيص في الاخر. يعني هل ده هيطلع مثلا الاديس في اراكنودايتس بتاعت التي بي؟ برضو ممكن تطلع، يعني ده ما مش 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 بعيده خالص يعني. بس طيب ده عيان بالهرزيوم. عيان ايه البلهرزيال؟ بتبقى جايه من الفينز، من مينلي طبعا في المنطقه بتاعه الكونس او الراديكلز بتاعه الكونس. انفيلتريتيف جرانيولوماتس، جرانيولوماتس ديزيزز والانفيلتريتيف ديزيزز، بتتخن النيرف وتدي له نودولار انهانسمنت وتعمل ثيكنينج، وتاخد الديورا او المينينجيز تاخدها في السكه دي. اي انفيلتريتيف جرانيولوماتس ديزيز بيعمل كل ده. يعني الساركويد يعمل كده، عفوا اسف، الهرزي تعمل كده، تعمل كده، تي بي يعمل كده، يعمل ممكن يعمل كده، السيفيليتك ممكن يعمل كده، ممكن يعمل كده، اللي هو ايه؟ انه يتخن النيرف، يخليه ياخد صبغه، يخلي فيه نودولار انهانسمنت. كل دول بيعملوا دول. لما تيجي بقى في الكونس ويبقى عيان جايك من بلدك الحبيب مصر،
فتفكر في البلهارزيا، في البلهارزيا او شيستوسومال ريزيز، والعيان عنده كونس بريزنتيشن، فده خلاص منطقي يعني. يبقى انت يو ميد ذا دايجنوستس. فده عيان ده تي 1 على الشمال، لا شمال ويمين، ده تي 1 ويز كونترست. الفايلم ترمينال او عفوا دي اللي هي الكودا، الكودا واخده صبغه، وسكند هي واخده صبغه بوضوح عشان النيرف نفسه كبر. انا اسف رجع اللي فات، هي واخده وبرده حوالين البايل، حوالين الكونس ابتدت برده تاخد صبغه، الكونس نفسها انهانسد. ده عيان بالهاريزي، ده الشكل اللي عايزه يعني اوصله لكم. هو برده هل ده هشوف ده هقول ده يا جماعه ده بالهاريزيا؟ فالاجابه لا، هو هقول ان ده شكله انفلتريتيف، النيرفز الراديكلز سكند وتخينه واخده صبغه، افكر في الحاجات اللي ممكن تعمل دوت. كونس واخد كونتراست، وافكر في الحاجات اللي بتعمل دوت ثانيا مش اولا، يعني افكر ان ده مثلا يطلع انتي موج بعد ما استنفذ اللي ممكن ياخد الراديكل كمان، لان هو برضو يعني نادرا يعني مش 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 كتير الانتي موج ممكن ياخد الراديكلز، تاخد انهانسمنت في وسط الانفلاميشن اكيوت فيز ولا حاجه، اكيوت ريلابس ولا حاجه. بس يعني فايه، فانا هحط الكاتيجوري بتاعت العيان. وانس اجين الاشعه able to suggest a diagnosis بالهاريزيوما مثلا، او بالهاريزيا الانفلتريشن مثلا، او بالشيستوسومال disease of the spine of the cord، اكتر مش انها هي اللي شخصت. ده عيان viral radiculitis. اتفضل يا دكتور. شفت محمد برضه تدخل سريع. هي انا فاكر ان كان يعني السايد ده يعني دايما الدايجنوز بيدور حوالين تو ليجنز، اللي هو البلهرزيوما او ابن دايموما. او لا، ما هو الابندايموما ده ماس ماشي، بس ده موضوع تاني، ده موضوع تاني. بس ستيل هي المنطقه دي، المنطقه دي ليها الديفرنشال بتاعها، وممكن يطلع بمنتهى البساطه يطلع فايرال زي دوت. يعني ده عيان ناخد التي 1 بتاعه اللي هو تاني فيلم، ده فيه سيجنال انهانسمنت على الكودا اكوينا، على الراديكلز ليفل، مش باينه خالص في التي 2. لو واخدين بالكم التي 2 سليم، البون زي الفل، ما فيهوش مشكله خالص، الديسكات كويسه، سي اس اف سبيس ما فيش كولكشنز، ما فيش كونتينيوتي بتاعته كويسه. سو كل اللي حصل ان ويز كونتراست ابتدى يبان ان في ان الكودا واخده صبغه. الاكزيال تي 1 ويز كونتراست بان ان دي الكودا، دي النقط الصغيره دي بعد ما الكورد خلص، هي دي النقط بتاعه الكودا، وباين ان النيرف نفسه تخين، يعني ده مش الحجم الطبيعي بتاع الراديكل، كبرت شويه وواخده صبغه، فده ده فايرال، فايرال راديكلايتس. وانس اجين ده بالهرزيوما، ده واخده كورد، واخده الكونس ومتخنيه كبير. طب انا عرفت منين انه تخين؟ والله هو من كتر ما هتشوف كونس وتحط عينك عليه كتير في الافلام اللي بتتفرج عليها في اللامبو سيكرال، هتبتدي تحفظ السايز العادي بتاعه. انا جبت الريفرنس بتاعه، ده الشكل، ده الحجم العادي بتاع الكونس، وده السكند كونس واخد صبغه بسيطه في التي، عفوا، او ده هايبر انتنس، ده تي 1 وذاوت كونترست. ده شكل ده كونس ليجن في عيان عنده بلهرزيوما، ده متشخص بايوبسي، ده مش متشخص ايمج. بس ده هتقول عليه انتي موج انتي بودي ديزيز مثلا، وهو بياخد الكونس كتير وبيعمل مش عارف ايه، والله ليه لا يعني بس هو كلينيكال بتاع العيان ايه. كذلك برضو زي ما الدكتور ياسر بيقول، هل هي فيها ماس صغيره ابندا، يعني ابندايموما، وابتدت تكبر كورد مثلا، ماشي. بس ستيل ده بايوبسي بروفن. برضو على الباك جراوند بتاعت العيان احنا بنقدر نقول التشخيص في الاخر يعني. طيب برضو نفس الكلام، ده تي 1 وز كونتراست وده سكند، بس مديني امبريشن اكتر انها جرانيولوماتوس اكتر منها اي حاجه تانية، اكتر منها مثلا بليك بتاعت انفلاميشن، ان النودولاريتي بتاعت الليجن والهيتروجينيتي، وان الراديكلز نفسها برضو تخينه. فده بيدي امبريشن اكتر ان انا قدام جرانيولوماتوس ديزيز اكتر منه حاجه تانية. لما يكون الليجن واخد فيري ويل اوتلايند وفوكالي اكسباندينج ذا كورد، افكر انه سبيس اكواينج ليجن، انه يكون تيومرس. لما يكون واخد باتشي ومينلي انترنسك سيجنال واسندينج فوق على الكورد، افكر انه انفلاماتري اكتر. دول اللي بيخلي ايه، اللي بيخليني اطلع واحده عن الثانيه يعني.
بس تالي في الاول وفي الاخر هم كلهم يعني الدنيا احنا بنتكلم في حاجات فعلا سطل يعني في بعض الحالات احيانا بتبقى صعبه. ده شكل برضو من اشكال البلانسيوما يعني، عشان يعني انا جبت منها كذا حاله لان هي برضو بتتحط معانا في الديفرنشال كتير، هي مش بتتشاف كتير بس احنا بنفكر فيها كتير يعني، فنعرف الفورمز اوف انهانسمنت والفورمز اوف ايمجينج فايندنجز اللي فيها يعني. في نوديولاريتي في الانهانسمنت وفي انهانسمنت على مستوى البايا، برضو كذلك في هيتروجينس انهانسمنت من البايا ونزل لتحت. ذات تي 2 اكسبنسيف فيها باتشي هايبر انتنس وزين ذا كونس، ده يمشي معايا انه باترن اوف نودولار انهانسمنت بتاع حاجه انفلاماتوري او طبعا بتاعه حاجه انفكشس يعني قبلهم كمان. يمشي ساركويد، ممكن افكر انه ساركويد بس يعني برضو انا بفكر بالكلينيكال واقول انه يعني الاوقع في دي بالذات على فكره دون عن بقيه اللي فهمت ان دي تكون بالهريزيال او جرانيولوماتس اكتر قبل غيرها يعني اكتر من غيرها. نفس الكلام مش هنطول فيها. ده خليني افتكفه، ده كان عيان. هو احنا برضو بنتكلم في 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 راديكال يعني، وده هدفي من الصور دي كلها، بس ان احنا نبص على ان مش بس يعني اللامبوساكرال مش بس ببص فيه على الفيرتبري وعلى السي اس اف وعلى الكونس يعني. انت الراديكلز محتاج تبص عليها ومحتاج تبص عليها بعد الصبغه بالذات يعني. الراديكلز عشان تشوفها كويس محتاج تبص عليها بوست كونتراست عشان تشوف اذا كان فيها اذا كانت انفولفد ولا لا. لو عايز افتكر لكم بس تشخيص المريض ده، المريض ده غالبا كان لايم والله اعلم يعني، لو انا مش خاني الذاكره يعني فيها. وانس اجين هو مفيش حاجه سبيسيفيك 100% ان ده كده، بس هو ده شكل عيان كان عنده بولي ريديكولوباسي مينلي على اللور ليم. ده شكل الام ار اي اللامبوساكرال بتاعه في الايمجينج يعني. طيب برضو ده بايل انهانسمنت، ده تي 1 وز كونتراست وده بايل انهانسمنت. الراديكلز مش واخده صبغه قوي. نكمل. ده عيان لايم برضو، ده انا متاكد انه ده لايم وده لايم، هو نفس العيان برضو واخد الـ من البايا ماتر ومكمله حوالين الراديكلز يعني. الراديكلز وهي خارجه يمين وشمال واخده سيجنال انهانسمنت، وده عيان عنده منينجل راديكولايتس، عيان لايم ديزيز. طيب ده انا جايبه بس عشان للريفرنس برضو، هو طبعا مش انفكشن، ده جيلان باري سيندروم. احيانا بيتكتب في جيلان باري ان هو ممكن ياخد راديكال انهانسمنت لو عملت لامبوساكرا الام ار اي. ده شكلها، هو نفس العينين بتوعنا ونفس اللي كنا شايفينهم قبل كده. برضو واخده الكودا، ادي نيرف، ادي نيرف روت او راديكال، واخده سيجنال انهانسمنت. هنا نشيل الماركنز عشان تبص عليها تاني. وفي بعض الراديكلز، مش كل الراديكلز يعني، لو واخدين بالكم لو عملنا زوم هتلاقي في راديكلز تخينه شويه واخده صبغه، ده فيلم بصبغه، وبعضها لا اقل منها حجما يعني، فهو بعضهم متاخد وبعضهم لا. وكذلك هنا في بعضها متاخد، ده اخر حاجه خالص، ده هنا اخر الكونس ودي بدايه النيرف روتس. في بعضهم تخين واخد صبغه، واخد يعني هايبر انتنس مع الكونتراست، وبعضها لا. ده عيان جيلان باري سندروم. طولت عليكم سنة، بس قدينا يعني بنبص على الأشعات مع بعض يعني قدر الإمكان. وطبعا أنا معاكم لو في أي أسئلة يعني إن شاء الله.